السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة. الرئيس السيسي في عيد العمال يتعهد بنهج اقتصادي يبدأ بتنمية صناعية ويتضمن توفير فرص عمل. في كلمة خلال الاحتفال بعيد العمال، تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهج اقتصادي واضح يبدأ بتنمية صناعية ويتضمن توفير فرص عمل للباحثين عن عمل وينتهي بمكافحة التضخم ووقف ارتفاع الأسعار. وهذه أول مرة يتعهد فيها الرئيس بكلمة رسمية له بمكافحة التضخم والسيطرة على الغلاء، ولذلك يتوقع أن يترجم هذا التعهد الرئاسي في سياسات اقتصادية ومالية ونقدية تلتزم الحكومة بتطبيقها وتتخذ القرارات الضرورية اللازمة لتنفيذ هذه السياسات. فالمفروض أن تكليف الحكومة عن نهج رفع أسعار ما تقدمه من خدمات للناس، بدءا من رسوم استخراج رخص السيارات والقيادة وحتى رسوم استخراج الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق وجوازات السفر. والمفروض أن يهتم البنك المركزي بإنتاج سياسة نقدية تكبح التضخم، ليس فقط من خلال آلية سعر الفائدة، وإنما من خلال السياسات التي تتقلص الفجوة الدولارية وبالتالي تحمي الجنيه من الهبوط الكبير الذي كان السبب الأول والأهم في انفلات التضخم واندلاع الغلاء. ويتعين أن تمنع وزارة المالية عن انتهاج سياسة التوسع في الأعباء الضريبية على المواطنين والتي يترتب عليها انخفاض في الدخول الحقيقية للعاملين، وأن تتوقف هي ووزارة التموين عن الحديث عن تخفيض دعم السلع الغذائية وفي مقدمتها الخبز أو مجرد التلويح بذلك. أما الحكومة كلها فعليها واجب تضامن فيه كل وزاراتها هو مواجهة الاحتكارات التي تسيطر على أسواقنا وتتحكم في تحديد الأسعار وترفع كما تشاء وترفض تخفيضها عندما تنخفض أسعارها العالمية أو عندما تنخفض مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج. باختصار، على الحكومة أن تصوغ من السياسات ما يكفل مكافحة التضخم بعد تعهد الرئيس السيسي في عيد العمال، وأن تلتزم بتنفيذ هذه السياسات حتى ينخفض معدل التضخم كما تعهدت من قبل إلى رقم أحادي، أي أقل من 10%، وهو الآن 34%.